افعى بجانب منزل. اليوم الجو كان نار شوب، وصلت الحرارة 36. بس متى بيطلعوا الافاعي؟ الافاعي بيستنوا الجو لما يبرد وبيطلعوا. شكلنا خربطنا في الطريق هذا كمان. المهم وفي كمان افعى داخلة عند واحد في المطبخ وداخلة بين المطبخ، بس بقرية بعيدة شوي، فيش حل اخراج الافعى الا يفكفك كل المطبخ. كيف دخلت مش عارف. المهم هلكيت بروح نشوف شو وضع هاي الافعى. السلام عليكم. شو الاخبار؟ سلامات. ايش محمد؟ ايش محمد؟ هذا البقلاويه سامه هذه؟ لا لا شوي كده. مش سامه. شوف كيف تنفخ. اسمع 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 شوف هاكي بتعمل هي كبرت في الكوبرا، مسوي حالها كوبرا. طلع هلا هلا والله. هاتوا هاتوا لنا، بدنا قلم بس نحطه فيه. في ايه؟ تعالي هات تكلف في الكوبرا هي. ماشي سامي خليك فلت. اسمع فلت لك الشرطه افلت. لو كرست هذا البرين بتاثر؟ بكرسش. لا لا بتاثرش، بتعض لها سنان بس. بصير شيء يعني ولا؟ لا لا عندي مش فيها سم يعني. في عندك عصافير انت؟ في حمام. حمام؟ حمام شم ريحة فيران حمام. ايش بده؟ طلع 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 هيك احسن حل. شايفين شو فوائد القشاطة يا اخوان؟ القشاطة بتتعب، بكشوا فيها، بكشوا المي، بمسحوا فيها، بحطوا عليها الممسحة، تسقط الحياية، إلها فوائد كثير. تبعد الفيران. تبعد الفيران، كل شيء القشاطة بتنفع. الله يكون في عون القشاطات. من يوم ما نزلت على القشاطات صارت كل دار فيها 20 قشاطة. بس خذ نخزيك لها بشيء. طبعاً الأفاعي في منها بنشط ليل وفي منها نهار. حسب المكان اللي هي بدها تروح تاكل فيه. بس يعني أحياناً أكثر شيء بتفضل الليل، وفي أنواع تطلع بالنهار. وهي في نحلة دخلت علينا. طلعت. طلعت؟ منيح اللي طلعت. لا هي هي. نحلة هي سامة. لحظة شوي. هي هي. قرصة النحلة أخطر من العقرب. بدي أطلعها برا. رجعت. والله بدي تقرص. يا حبيبي. وينها؟ وينها؟ هي هي. طلعت؟ لا هي. استنى شوي. طلعها برا. لحظة لحظة شوي. لحظة شوي يا حبيبي كان ضربت اصبعي. هاي رجعت. صار شو النحلة غريبة مش تبعت عسل؟ لا هي صملة. بس لا ولا صملة بتختلف هاي. هذا انكرصة ذاك ايدك النحلة ايدك بتنفخ زي البالون هيك بتصير منها.